أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تعليقكم أو القراءة ديالكم للمشروع قانون جديد للصحافة؟ المشروع الجديد لقانون الصحافة، ولن يجب أن نتحدث على أن السياقات التي جاء فيها هذا المشروع هي سياقات بالغة الدقة وبالغة الحساسية. نعرف جيدا اليوم على أن مجتمع العلم ومجتمع المعرفة ومجتمع الإعلام اتسع بشكل كبير جدا، كثير مما كنا نصطلح عليه بالحدود تم سقوطها، وبالتالي مجتمع المعرفة أو مجتمع الإعلام أصبح عنده تمظهرات وتشكلات كثيرة جدا، ويجب أن نضبطها من خلال أولا مع حرصنا على أن هناك مسلمات كثيرة نظرنا من أجلها كإعلاميين، اللي هي في طليعتها طبعا الحرية للتعبير والتعددية في الرأي. أعتقد على أنه الذي يتكلم على حرية التعبير ويتكلم على تعددية الرأي يتكلم أيضا على طبيعة خاصة عند المغاربة، اللي هي قائمة على الانفتاح وقائمة على الحوار الأزلي مع الآخر، سواء كان عبارة عن حضارات، عبارة عن شعوب، عبارة عن ثقافات، عبارة عن طيارات سياسية. فبالتالي أنه المشروع الجديد للصحافة راعى كل هذه الجوانب وكان نتاج لواحد الورشات كبيرة جدا. لا أقول لأنه اليوم أصدرنا قانونا صحفيا متكاملا، ما زال هناك الكثير من الأشياء التي يجب الاشتغال عليها، خاصة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية، النصوص التطبيقية في هذا القانون، ما يتعلق أيضا بالنظرة اللي كننظر فيها إلى العقوبات التي تقع أو التي تطال الإعلاميين. أش من نوع من عقوبات؟ هي حبسية، هي عقوبة الإكراه البدني، هي عقوبة كذا. يعني إذا لم يكن هناك مجال للحديث على عقوبات حول الرأي، يعني أن صاحب الرأي لا يعاقب بالسجن يعني بحرمانه من الحرية، فبالتالي على أنه هناك حاجة أخرى يجب أن نتعاطى معها. وأعتقد على أنه ما زال الوقت أمامنا لكي نطور هذا القانون، خاصة ما يتعلق بنصوص التطبيقية باش تولي مفعلة بشكل كبير، وفي النهاية نضمنه على أن تكون هناك علاقة إيجابية ما بين الإعلامي وما بين القضايا الكبرى للوطن. لكن أعتقد على أنه لما نتحدث اليوم عن الإعلام الحديث نتحدث على إعلام متعدد، ونتحدث أيضا على إعلام يمس واحد المجموعة من القضايا الجوهرية، ونتحدث أيضا على إعلام يجب أن يتطابق مع عصره. اليوم أنت تتكلم وغيري يتكلم، نبدي الرأي بطرق كثيرة، مجالات التعبير عن الرأي مجالات متعددة، ولكن الأمور تحتاج إلى تقنين. أنا في اعتقادي التقنين الذي لا يضيق على الصحفي، والتقنين الذي لا يعطي لهذا الصحفي فهمتني الحرية الكاملة في أنه يهدد مثلا قيم ويهدد مثلا مصالح الوطن. نحن كلنا نشترك في أن لنا وطن ندافع عن مصالحه، وبالتالي أن هذا القانون يجب أن يقنن هذا التعاطي. صحيح أننا نبدي فيه آراء، وهذا الآراء مهما رفضناها فهمتني لا شيء يجبرنا ويلزمنا ويدفعنا لكي نعاقب هذا الذي اختلف معنا. فبالتالي الاختلاف هو اختلاف جوهري في بنائه لهذا الحرية ديال التعبير، ولكن أنا أتمنى أننا كإعلاميين نكون من خلال هذا القانون كسبنا القوة ديالنا اللي كتعطينا القيمة ديالنا وسط مجتمع المعرفة والمجتمع المغربي بشكل عام. لما نلقاو أنفسنا كإعلاميين رياضيين بقوة، ولا كإعلاميين بشكل عام بقوة هذا القانون، أننا نتواجد في المكان الذي يجب أن نتواجد فيه كصناع الرأي أوكي، وكمساهمين في بناء المغرب المعرفة، كان أعتقد على أنه لما نوقف على هذه النقطة أنا في اعتقادي غنكون ربحنا الرهان أن القانون ما وجد إلا ليحمي الصحافة وإلا ليحمي الوطن، أن يحمي الصحفي من نفسه وأن يحمي الصحفي بحيث لا يدع أي
أي جهة أخرى تؤثر عليه أو تفرمله أو لا تلجم حريته في التعبير عن آرائه، لأن التعددية التي يتأسس عليها الدستور المغربي هي اللي كتعطي هذه المجالات ديال الحرية التي مهما تسعت إلا وتسيجب أن تظل مقننة، بحيث لا تسمح بالتجاوزات، بحيث لا تسمح بالتشهير، لا تسمح بكل الأشياء التي نتحدث عنها. كنستحضروا الموروث الثقافي والفكري اللي هو مترسخ في طباع الناس وممكن أي واحد يلغيه. كنستحضروا الجانب التاريخي اللي هو أيضا عنصر يتعلق بالهوية، ونستحضر أيضا العناصر الثقافية والعناصر السياسية والعناصر الاقتصادية ثم الاجتماعية. إذن مجموع الجهة هي كل اللي يتجزأ، ومتى نظرنا إلى هذه الجهة على أنها قطب اقتصادي واجتماعي ورياضي أيضا في شموليته إلا وغنكون نظرنا النظرة الصحيحة. اليوم لا يجب أننا عندما نتحدث عن الجهات أن نتحدث على بخطابات متفاوتة بحسب أهميتها في الناتج الداخلي القومي. يجب أن نتحدث عن الجهات اللي هي نامية يجب أن نزيد في تنميتها، والجهات اللي هي غير نامية يجب أننا نعطيها المحركات الذاتية اقتصاديا واجتماعيا باش تطور نفسها وتفرض نفسها داخل محيط الوطني. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه المنظومة في شموليتها كنجيو للمقاربة الإعلامية، ونحن نعرف أن الصحافة هي ضلع أساسي في بناء مجتمع الجهة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.